صباحية ومحطتنا هلا لوين سالي؟ رح نروح فيها مع الموهبة السورية أريج اللي ما بتوقف بوجه الحرب، فالظروف الصعبة اللي عاشتها مدينة حلب كانت تدافع إلها لتخفف هالوطأة من هيدي الحرب من خلال خلق عالم طفولة بحاكي بأسلوبه أحدث الأساليب للتعلم والترفيه العالمية. هالعالم خلقته الفنانة والأم لابنتها اللي كانت سر هالعمل، وهي ضيفتنا من حلب لنتعرف على تجربتها. لضيفتنا اليوم معنا ميس الجندي. أهلا وسهلا فيك يا ميس. اهلا وسهلا صباحك فيكي الله ميس، يسلمك. واكيد بدنا نوجه تحيه صباحيه لكل اهالي حلب. كيف حلب؟ والله الحمد لله بفضل رب العالمين، الاوضاع كثير احسن من قبل، وبفضل همه الشعب الحلبي حلب يعني رح تصير احسن ان شاء الله من قبل. ان شاء الله يا ان شاء رب. الله. يعني اول شيء اهلا وسهلا فيكي، الله يسلمك. ورغم كل شيء واجهته حلب، واجهوه اهل حلب، عم نشوف في ابداع. الحمد ميس لله خلينا الابداع. نحكي عن تجربتك رغم الحرب رغم الظروف. يعني نحن بنعرف اكثر عالم شو صار، بدنا نحكي شوي عن تجربتك. هلا في مقولة كثير أنا بحبها، إنه من رحم الحروب يولد المبدعون، اكيد إنه ما بالضرورة الحرب تكون يعني واقفة قدام الإبداع، قدام التميز، قدام الشيء الابتكار الحلو. فأكيد يعني هالشيء ممكن يكون يعمل ردة فعل عكسية، إنه أنت تظهري شيء حلو عكس الحرب وعكس عكس بشاعة الحرب. والحمد لله يعني قدرت أنا يعني هالقعدة بالبيت وهالكنكنة هيك بالبيت قدرت تطلع لي هيك تفجر مواهب كبيرة، يعني انا نفسي تفاجأت فيها الحمد لله. وهيك يعني في ابداع وفن بالاشياء اللي تشتغليها، خبرينا عنها اكثر. بالبدايه انه بحكم اوضاع الحرب الصعبه اللي كنا نحن عم نعيشها، حبيت هيك اخلق شيء لبنتي انه يكون شيء مميز، وشيء هي ياثر انه على شخصيتها، انه تكون هي ذكيه اكثر، انه هي تنمي مهاراتها اكثر. كانت بنتي عمرها 3 سنين الله يحميها. الله يخليك. فحبيت انه انا قرات عن منهاج مونتسوري انه شلون هو بينمي قدرات الطفل، يعني هو منهاج عالمي شلون الطفل بيخلي تنمي مواهبه اكثر، تزيد عنده نسبه الذكاء. ومن ضمن هالمنهاج هو كتاب الكوايت بوك اللي انا بسميه بشغلي مثل هذا لو سمحتي. هذا ايوه تفضلي. هذا الكتاب مثلا بسنين الطفل الاولى بيعلمه مثلا ممكن المهارات مختلفه. حلو. ممكن هون شلون بتعرف، يعني بتعرف الطفل مثلا ايده اليمين عن ايده اليسار. ممكن هون انت فكره حابه توصليها للطفل انه هي شلون بدها تروح على الروضه وماميتها بتكون موجوده معاها. هون فك وتركيب بتقوي عضلات ايد الطفل، حلو. انه هي عم تهيئه نفسيا انه على الكتابه بالمدرسه انه عضلات ايده تقوى بهالفكره. يعني تتعلم هون اذا اجاها ببو صغير اخت صغيره. انا كنت هون حامل وحابه انا ازرع لها فكره انه هي مثلا بكره تطعمي اختها الصغيره او تطعميها الببرونه مثلا. وهون مهارات انه هي مثلا ممكن تطعمي العصفوره الصغيره، وهون مثلا ممكن علمها تطابق الالوان، هي تعلم تطبقهم. هون شويه متاهه. يعني بلشت هيك بفكره كتاب صغيره، وبعدين حبيت اعمل كتاب ثاني وكتاب ثالث والحمد لله. قديش بالفعل يعني استفادت بنتك على هالكتب؟ بنتي استفادت مع هالطريقة. شو بدي احكي لك، بنتي ممكن تقعد بالكتاب ممكن ساعتين ثلاثة انا بنسى يعني انه هي وين سوها وين سوها، انه سوها قاعدة على الكتب. يعني تعلمت تعلقت فيهم. يعني هو بيجذب الاطفال، اي طفل بيجي لعنا انه شو هذا الشيء الحلو، شو هذا الشيء المميز اللي عم تلعب فيه سوها، فبيجذب الاطفال بطريقة كثير فظيعة. يعني خلينا نشوف بعض اعمالك يلي طبعا انت كانت بنتك هي الدافع الاكبر لها، نستعرضها شوي شوي. هلا هون مثلا طبعا ما في اما بتحكي قصص قبل النوم لاطفالها، بس هي طريقه ممكن تكون مسرح العرائس. ايوه بالضبط. هي ممكن قصه كل يوم نحكي قصه مختلفه، وهي مشان الطفل كمان يلعب بالحيوانات لحاله. ممكن اذا الطفل صغير نعرفه انه مثلا هي قطه هيك بتعمل صوت. يعني هي فكره تعلم صغيره تعلم الطفل الحيوانات شو بتطلع الحيوانات وشو بتطلع صوت، وممكن نحكي نفس الوقت قصة مختلفة وطريقة مميزة ومبتكرة لسرد القصص للأطفال. حلو. وهون مثلا كمان هذا اسمه بوكس الحروف. لما بنتي بلشت تتعلم الكتابة والقراءة حسيت في عندها مشكلة انه هي شوي خربطة بالأحرف، يعني انه حبيت ازرع لها الفكرة اكثر. بس هون طلع شوي الأحرف. هون كل حرف متحرك. مثلا الف ارنب، الالف باول كلمه والالف في وسط الكلمه. مثلا هون مثل باء بطه.
شايف شلون؟ فهي صار هلا كل كلمه بتعرف تركبها وبتعرف تفككها، مثلا تكتب مثلا سها حرف السين في اول كلمه، الهاء في وسط الكلمه، وهيك كل كلمه كل حرف في معاه مثلا الثاء ثوب مثلا، فصار تعرف شلون بيكون باول كلمه وشلون بيكون في وسط الكلمه. طبعا ما فيني احكي لك عن هالسحر هذا، خلال اسبوع بنتي ما بقت خربت بالاملاء وحفظتهم، ويعني طريقه الحلوه والالوان طريقه الحلوة. مبتكره لحتى توصلي الفكره للولد بطريق اللعب وبطريق المتعه وبطريقه ما يمل فيها. اهم شيء. طب هدول شو ميس؟ هذا الكتاب الثاني اللي اشتغلته لبنتي. هون قديش اخذ شغل ميس؟ هلا هذا اخذ كثير شغل لانه فعلا كله شغل ايد، لسه ما كنت هون مطوره شغلي والاشياء اللي انا بشتغل فيها. فحبيت هون اعمل اياه كامل متكامل. هون شلون بتعلم الولد موسوعه انه يعني. هون بتعلم الولد شلون يطابق الشكل مع اللون، وبنفس الوقت هون بتعلم مهارات انه وقت الطفل بده يبلش يلبس لحاله الزر شلون بده يفك ويركب الزر مثلا. بالضبط، يعني ميز عم نشوف شغلات ما لنا عارفين انه هي بقلبها شيء بيعلم. يعني احنا شايفين كشكل. بالضبط، تمام. هلا هون مثلا حابب يوصل لبنتي كمان القارات، صارت هي تعرف القارات مثلا، كمان بتفكهم وبتركبهم. وهون لما كنت انا حامل وحابه هيئه نفسيا كمان انه شلون ببو بتغير له الحفوضه مثلا وهي بتدير بال عليها. يعني ميز بنتك استفادت من هالاشياء طبعاً الرائعه اللي عملتيها. حبيتي ممكن تنشري شغلك ويستفيدوا اكبر؟ طبعا لما صاروا القرايبين ومعارفنا يشوفوا هالشيء المميز اللي انا عم بعمله كلهم يقولوا لي انه اعملي لاولادنا. بالبدايه كنت اعتذر، بس بعدين لما شفت انه فعلا في طلب كثير على هالشيء وفعلا في ناس عم تحب انه تميز اولادها وتقوي لهم مثلا مواهبهم اكثر، فكرت انه انا ليش ما بعمل هالشيء خط انا بزنس لاين خاص فيني انا، بطبقه وبمشي فيه. والحمد لله يعني دعمني جوزي شوي، قال لي لازم انت، بامن فيكي وبامن بقدراتك. لازم كان هو جوزي الداعم الاساسي، اكيد بتشكره من خلالكم. فقلت لازم انا اعمل هالشيء، وفعلا انشات صفحتي على الفيس وصار في طلبات يعني داخليه وحتى خارجيه لخارج سوريا يطلبوا هالشيء. واكيد اي فكره انت بتكون عندك كأم وحابه انت تعلميها لأولادك من خلالي أنا فيني صار أطبق لك إياها من خلال هالقماش على الواقع. يعني جميل. يعني ميس مثل ما حكيتي، من رحم الألم يولد الإبداع. رغم كل الظروف المرأة أثبتت وجودها، والمرأة أكيد الحلبية بالذات قديش كان لها دور بظل الحرب. هلا اكيد في ناس بتكون من خلال الحرب انه بتيأس، بتقلك انه خلص نحن ليش عايشين، نحن بتستسلم للحرب ولكل شيء. بس اكيد انا بدعو من خلالكم كل سيده في عندها موهبه انه ما تستسلمي للتوتر والالم اللي انت بتعيشيه. يعني انا هالشيء اللي كنت عم بشتغله كنت عم بهرب انا من كل الخوف اللي كنت انا وقت عم عاني من كل الالم، وعم بخلق عالم انا فيه ألوان وفيه متعة خاص فيني. يعني أنا بنسى، نسيت أنه أنا في عندي حرب ونسيت كل شيء عم مر فيه من خلال هالشي. عندك موهبة أي سيدة حلبية أو سورية، في عندك موهبة طالعية واثبتي حالك في المجتمع وكوني أنت وما تستسلمي أو تيأسي. يعني شيء كتير جميل ميس، حاولتي تطلعي حالك وتطلعي عائلتك من هالجو يمكن أكيد. صعب اللي عم تمر فيه كل عائلة سورية أكيد. اليوم لحتى كل الأشخاص وكل الأمهات يقدروا يتواصلوا معك، ويمكن حابين يقدموا فكرة لأولادهم كيف بيقدروا يتواصلوا معك. هلأ أكيد صار أنا أنشأت صفحة خاصة فيني سميتها دريم بوك، فصاروا هلأ بتواصلوا معي من خلالها، وان شاء الله اكيد يعني بكونوا سعيدين ومبسوطين بالتعاون. ممكن تنصحي الاهل انه كل عمر بتساليهم عن عمر اولادهم وشو بيناسبهم؟ اكيد بسال كل ام انه مثلا قديش طفله عمره وشو الشيء المحبب له وشو اكثر لون بيحبه. مثلا بعمل له مثلا الغلاف على هاللون، شو بيحب الحيوانات، شو بيحب سيارات، يعني الشيء المميز. هلا مثلا هاي اسمها حافظة الخروج، يعني إذا الولد طالع برات البيت في بنت كتير كتير بتحب دورة، فعملت لها الغلاف هو دورة. وهي إذا طلعوا برات البيت على مطعم بالسيارة في سفر في مجموعة ألوان وورق عشان ما يضيعون ويوقعون. بالضبط. وأهم شيء الطفل يكون بعيدا عن التكنولوجيا، أنه تم بتلاقي الأولاد هلأ بهالوقت طول وقت على الموبايل على التاب، هالشي هذا
بيخليهم هن يطلعوا مهاراتهم، يطلعوا الابداع اللي جواتهم يعني. واكيد ما بدي اقول لك بتلهيهم، واذا كنا مطعم اكيد بيقعدوا بناتي بالساعات يعني، بنسى انه ميسا شو بتحبي توجهي كلمه اليوم لكل سيده قادره انه تعيش هالحاله اللي عشتيها انت وتطلع من الجو يمكن الحزين شوي وتنمي موهبتها باشياء تفيد اولادها وتفيد عائلتها ويكون كمان معيله لاسرتها؟ هلا اهم نقطه في انه ما بالضرورة أول شيء يعني، أنا بالبداية بلشت مع بنتي كان بس ورقة وقلم وعلق لها على الحيطان كل الأحرف والحيوانات يعني، من شيء بسيط خامات بسيطة، ما بالضرورة يكون أنت في عندك شيء كتير وأنواو يعني، بخامات بسيطة أنت ممكن تعلمي أولادك وتطلعيهم من هالحالة اللي هني فيها والتوتر والحرب وهالقصص. وبدعي كمان كل سيدة أنه ما تسمع الآراء السلبية لأي شيء بدها هي تمشي فيه. أنت ما ترد، أنا كثير ناس قالوا لي أنه مثلا شو بدك بهالشغل وخلص خليكي، وأنه يعني أو هلا ناس مين فاضي لهالحكي ومين بده يشتري هيك شيء. عن جد ما رديت على حدا وسمعت الآراء السلبية أنه أنت مبدعة وأنت بتقدري تعملي هالشيء، وفعلا ما تردي على الآراء السلبية أبدا، خليكي ما تردي على الآراء السلبية، خليكي مع الناس الإيجابيين وكوني أنت. إن شاء الله يا رب بتضل هالطاقة الإيجابية تكرغم كل شيء. واليوم كنت معنا بألوان حلوة، أكيد الأطفال ونحنا فيا مننسى الحرب. تسلم يا رب، وفعلا مثل ما حكيتي الكبار حتى بيقعدوا بهالكتب وبهالقصص يعني، أوقات مع أولادهم بيكون في شيء تفاعلي بينه وبين الأم والولادة. وبشكركم كثير على لقائكم الحلو وشكرا كثير لكم. شكرا كثير لهالإطفاء الصباحي اللي مليء بالألوان والطاقة والفرح. اليوم كنتي ضيفتنا ونورتينا، شكرا كثير لك. الله يسلمك، شكرا لكم كثير. يعني